أنا رنا حسن محمد، عضو في مبادرة شباب وسبايا الخير. أنا تبع لجنة الأطباء، تخرجت أشعة، أخصائية أشعة. أنا ماسكة هنا قسم التوعية في المبادرة في اليوم العظيم ده وكده. صراحة قسم التوعية قسم مهم شديد، وقسم يعني بحس إنه هو البيزك في كل الأقسام، لأنه التوعية يعني مجتمعنا لازم إنه يتحصل على جرعة عالية منها وجرعة كبيرة من التوعية بالذات. ليه؟ لأنه في كمية كبيرة ما عارفين مثلا إنه سرطان الثدي ممكن يجي للرجال، فبيجوا هنا عندي بقف عنده وبيستنكروا الحاجة دي، إنه كيف يا دكتورة بتقول إنه ما بيجي للرجال؟ فأنا بحاول قدر الإمكان أوصل لهم المعلومة دي، أو أوصل لهم الفكرة إنه هو بيجي عند الرجال أي بنسب ضئيلة، لكن هو في الآخر بيجي عند الرجال وبيجي عند النساء برضو. طبعا بنتكلم إحنا عموما عن أسئلة مختنة كنموذج للزول اللي بيجي أوريدي ما عنده حاجة معينة في راسه أو ما عنده سؤال معين، ممكن يختار السؤال اللي هو عايزه وإحنا بنجاوب له على سؤاله. غير كده في ناس بتجي بيكون مثلا اصلا عندها شك او عندها تخوف او حاجه معينه كده في راسها، فبتجي بتسال منا، احنا طوالي بنجاوبها، بنحاول بقدر الامكان نساعد اكبر كميه، نرد على اكبر اسئله، بنحاول نثقف برضو عن الماموجرام بالنسبه للكشف عن سرطان الثدي عند النساء وعند الرجال، برضو بالنسبه للكشف بالام ار اي والالترا ساوند والحاجات دي كلها بناخدها احنا كجرع. هي ممكن تكون بسيطه لكن اهميتها كبيره شديد، وبناخدها برضو كتفصيل. يعني أنا بعتقد إنه التوعية دي هي يعني حاجة مهمة جدا، إنه مفترض أي إنسان يصله أو يصل الركن ده، لأنه صراحة يعني الزمن يتغير والزمن بقى الناس بتحاول توقي نفسها أكثر من إنها يعني تحاول تتخوف من المرض وكده. فالحمد لله الناس يعني بقت في مرحلة بتاعت وعي، والشباب حتى كل الأعمار بقوا بحاولوا يقوا نفسهم بقدر الإمكان من المرض الخبيث ده. وأتمنى إنه ربنا إن شاء الله يحمي كل الشباب ويحمي كل الأمهات، وأنا بجد يعني بشكر حتى أمهاتي الكبار اللي بيجوا بيكونوا في قمة الخوف في قمة الرعب، بيجسموا علي أنا في يعني بسني الصغير ويستوعب الفكرة تماما ويتقبلوا ويتواضعوا الحاجة دي، فأنا بشكرهم كثير على الحاجة دي. وبشكر برضو الشباب كونه إنه أنت يعني ما تهربت من النقطة دي، بجد حبيت إنك تتثقف، حبيت إنك تفهم الحاصل، فبجد أنا بشكرهم شكر شديد، وشكرا لكم، شكرا لقناة طيبة، فأسعدتونا.